كابتن طارق العشري، مساء الخير يا كابتن طارق. ازيك يا شوبير، الله يخليك. عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل اربع تجوان النهارده. عامل اربع تجوان. يعني الحقيقه كابتن طارق كل مكان بتتواجد فيه بتثبت كفاءتك وجدارتك واحترامك، وايضا بتعلي من قيمه المدرب المصري. مبروك يا كابتن طارق، لكن اعتقد النهارده مباراه بالنسبه لك كانت مهمه جدا، وثلاث نقاط من اغلى ما يكون. اولا كل سنه طيب يا كابتن حسن، كابتن ايمن، كل سنه طيبين وتطيب. وكل الامه الاسلاميه بالعيد طبعا. والنهارده المباراه مفيش شك كانت يعني ثقيله عليا، اولا ان انا بلعب امام نادي نعم الاتحاد، وما تنساش ان هم كان في حاله جيده جدا، كسبانين البروتوجيت بحاله جيده اربع تجوال. نعم. وانا في الاسبوعين الاولانيين كنت بدور على الاداء الجيد، لان كان رايح مني الولاد في مباراه الشرطه اهتز ادائهم بشكل كبير جدا. مباراه وادي دجله عدنا يعني نوعا، فكنت عاوز يعني ادور على الحلقه المفقوده في ان انا اقدم اداء الفوز الفوز والاداء بالظبط كده. النهارده طبعا انا ما اتوقعش ان انا افوز على الاتحاد اربعه، نعم، ولكن انا كان عندي يعني طموح ان انا احقق الفوز خاصه خارج الملعب. الحمد لله رب العالمين، يعني الولاد النهارده حتى ادوا مباراه تكتيكيه بشكل كويس جدا، واستطاعوا ان هم يفوزوا باداء جيد تكتيكيا. ويمكن احنا عدينا في كتير المباراه بشكل كبير جدا، خاصه بعد ما الاتحاد دخل في المباراه بالهدف اللي جه، عدينا تكتيكيا واستطعنا ان احنا نوظف الثلاث لاعبين في نص الملعب عشان نقفل نص الملعب. عندنا جعفر عمل محطه كويسه جدا، وقعود الوجه الجديد من المنيا بشكل كويس جدا ادى لامة. فالحمد لله انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، ودي بدايه لسه انبي عندك كتير جدا عشان تعود. لسه عندك كتير، يعني لسه بقول لك كابتن ايمن قبل ما حضرتك تبقى معانا على الهوا، قلت له انتظر انبي، انبي فريق هيبقى منافس، وقلت له انا اثق في كابتن طارق واختياراته وطريقه ادارته المباراه. مباراه الشرطه بتعتبرها كانت كبوه وعدت كبوه كبيره جدا، وانا يمكن قعدت اسبوعين مهموم يعني، حتى ما حققنا فوز على وادي دجله ما كنتش مبسوط من الاداء، قفلت برضه، فضلت قافل التليفون. لان انا كان كل همي ان انا ازاي اعود الولاد ثقتهم في نفسهم بشكل كبير جدا. يمكن حتى انا كمان استعنت الدكتور في مجال النفسي عشان نعود بثقه اللاعبين بشكل كبير جدا، لان انا استحيت ان هي كانت مفقوده خلال الفتره اللي فاتت ديت. ولكن الحمد لله النهارده يعني بدايه جيده، يعني شيء يطمئن للمستقبل باذن الله. غيرت التكتيك اكتر من مره النهارده في المباراه يا كابتن طارق؟ بقول لي ازاي قفلت لعبت الاول، يعني قول لي من البدايه، وبعدين بعد ما سجلت هدفين الاول انا اعتمدت على سرعات الرباعي سواء عاشور وقعود وصافي ولامة، وكنت بخلي صلاح ينزل على قادر الارتكاز الشايب عشان يقفل مع صلاح سليمان هو ومحمود فتحي، وان صافي ولامة بيقفلوا على الجنبين بشكل كويس جدا. انا حسيت ان ما كانش فيه قفل بشكل جيد خلال نهايه الشوط الاولاني ومع نهايه الشوط الثاني، ولكن فضلت محافظ على الشكل ده. بعدين عدلت بنزول توبة بثلاثة ديندر، ثبت صلاح قاعدة ارتكاز، فتح يمين وتوبة ناحية الشمال عشان نقفل عمق الملعب، لان الاتحاد كان بيلعب بثلاثة في عمق الملعب. وثبت الطرفين عشان الطرفين كانوا شغالين كويس، كان عبد الرحمن الكروسات قفلت كويس جدا، واعتمدت على المرتدات. والحمد لله قدرنا ان احنا نستغل الفرص ديت بالمساحات، لان خلاص ما كانش في امل امام الاتحاد الا هو يندفع للهجوم. برايك سبب الهزيمة الثقيلة للاتحاد ايه؟ مش عاوز يعني انا مش عاوز ادور على الاتحاد، عاوز ادور على نفسي. لا لا يعني لا يعني انت كراجل مدرب الاتحاد برضه زي ما انت قلت فريق تقيل، وقعدت تقول نفسه عنده مدرب محترم. نعم. ما قداش انا فوق ما قداش بنفس الحماس اللي ادى بيه مباراه برشلونة، اصراره على الفوز. يمكن احنا كمان لما كنا سباقين بهدفين اعتقد دي احبطت من معنوياتهم بشكل كبير جدا، عملت عندهم حاله توتر، فتحوا في الثغرات خاصه على الدفاعات، لعبت على نطاق السرعات خاصه من قعود لامة طلع عاشور القادمين من الخلف. فالحمد لله اعتقد ان احنا ادينا مباراه جيده، ان شاء الله تبقى بديله خير على انتي. الدوري اللي اتلغى كنت مدرب حرس الحدود وكنت متصدر الدوري، كان عندك خساره في اول مباراه وكان عندك 13 فوز. لو تتذكر انت قلت في بدايه محادثتي معاك دلوقتي انه انبي لسه قدامه كتير وهتشوفه منه كتير حاجات كتير. عندك ثقه لهذه الدرجه في اللعيبه يا كابتن؟ عندي ثقه كبيره جدا، لعيبه جيده. ناقص ان هم يعود لهم الثقه. المباراه النهارده ان شاء الله هكون يعني لها مفعول السحر في عوده الثقه بشكل كبير جدا، خاصه ان احنا عندنا توقف الولاد يأدوا العيد بشكل كويس. نستعد لمباراه الرجاء القادمه على ملعبنا ان شاء الله، يعني ماتش ان شاء الله هيعلى الريتم، هيعلى الاداء، هيزيد الانسجام. ما تنساش ان احنا برده عدد كبير جدا من اللاعبين دخلوا انبي، فزادوا الاعداد ما تبدا تفتح التيم منسجم مع بعض، محتاج بعض الوقت. النهارده انا اطمئنيت بعض الشيء.
طيب هترجع مؤمن زكريا؟ والله مؤمن لو عاوز يرجع اهلا وسهلا بيه. لا مش كانت لو عايز يرجع مؤمن اعارته تنتهي هيجي لك شهر يناير. انا اعتقد انت هتتمسك بيه. انا اعتقد ان مؤمن في الحاله دي مش هيكمل في انبي. مش هيكمل في انبي. اه هو الراجل بتاعنا لكن اعتقد ان هو طبعا افهم الاجابه بشكل تاني انه طريقه لعبك والاداء اللي عندك. لا مؤمن خلي بالك من كان من وانا ايام ما كنت ماسك في انبي بعد سنه استطعنا ان احنا كان مؤمن لعيب اساسي عندي وكان ليه بيتواجد بشكل كويس جدا. كان ليه دور ايجابي كبير جدا. يعني لو انا استطعت ان انا اجيبه هجيبه. يعني لو لديه الرغبه انت هتتمسك بيه. ان شاء الله. محتاج لعيب زي مؤمن زكريا لو كانت لديه الرغبه. طبعا لو طلب اضافه. نعم اتفضل. طيب اضافه لو طلب طارق العاشر لتدريب احد المنتخبات. طول عمرك يا انت عارف انت تحت امر المنتخبات في هنتكلم في منتخبين يا اول يا اولمبي مظبوط؟ لا خلي التليفون يظبط. روح يمين ولا شمال شويه عشان اسمعك. ها؟ الو ايوه يا كابتن. بقول لك طول عمر اي مدرب سقفه الطموح التدريبي هيمر منتخب بلده. منتخب الاول او المنتخب الاولمبي؟ الاول او المنتخب الاولمبي؟ طول عمري ببص في اللي فوق بيقطع هنا بس. بشكرك يا كابتن طارق وبتمنى لك التوفيق.